السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم راح نحلو مع بعض تمرين 24 و25 من صفحة 31 من كتاب المدرسي لسنة ثالثة متوسط. التمرينين سهلين بزاف بزاف، لكن هناك اللي شاف فيهم إشكال. على العموم أنا مانيش شايفة فيهم إشكال، وتلاميذنا قريهم مفروض ما يشوفوش فيهم هذا الإشكال، لأنه شرحناه بليزيوغ فوا. معليش، حنا راح نديرو التمرينين. نبداو بالتمرين 24. حدد إشارة كل عدد من الأعداد الناطقة التالية. ما يخفش عليكم بلي العدد الناطق هو عبارة عن كسر لديه إشارة، يعني من بين تعريفاته هو عنده بزاف أشياء يمتاز بها، ولكن إحدى ميزاته أنه عبارة عن كسر يحتوي على إشارة. ف حدد إشارة كل عدد من الأعداد الناطقة التالية. أنا نفضل أن ندير على شكل جدول، بحيث يكون العدد في خانة والإشارة في خانة أخرى، هكا يكون أحسن ومنظم أكثر. إذا عدنا العدد وإشارته، العدد أو الكسر، إحنا قلنا عدد ناطق دونك العدد، وهنا إشارته. أوكي، نبدأ بالأولى اللي هي 3.4 على ناقص 1.02. ما يخفش عليكم باللي خط الكسر هذا هو عبارة عن عملية قسمة، وحنا قرينا قسمة عددين نسبيين. قلنا باللي عددين نسبيين كنقسمهم إذا كان عندهم نفس الإشارة، إذا الناتج موجب. إذا كان مختلفين في الإشارة الناتج سالب. ومنه إذا كان عندنا هذا العدد أو البسط موجب والمقام سالب، فإن مختلفين في الإشارة، إذا نتيجة حاصل القسمة تكون سالبة. تكون سالبة، لماذا سالبة؟ لأنه البسط موجب والمقام سالب، إذا النتيجة النهائية هو عبارة عن كسر السالب. ونكتبه بهذه الطريقة، ناقص 3.4 على 1.02. يعني إشارة الكسر نكتبها بجانب خط الكسر بهذه الطريقة. نروح الآن اللي بعدها اللي هي 1.2 على ناقص 4. نفس الشيء، عندي البسط بدون إشارة، وش معناها؟ معناتها موجب، المقام سالب. إذا العددين مختلفين في الإشارة، إذا نتيجة الكسر هي سالبة، ونكتب ناقص 1.2 على 4. 6/7 هي إشارته، بما أنه ما عندوش إشارة، لا البسط لديه إشارة ولا المقام لديه إشارة، إذا هذا العدد أو هذا الكسر هو إشارته موجبة، صح. ناقص 1.8 على 6 ومسميها ناقص. هنا عندنا أمسي سوسي، وشنو هو؟ نمحي هادو، صحيح لما ما تكون كتبتوهم. هنا عندي ناقص 1.8 على 6، وكامل يعني قبل الكسر كامل كان أيضا علامة سالب. إذا احنا نبدو قبل بالكسر هذا أو بحاصل القسمة هذا، عندي البسط سالب والمقام موجب، إذا إشارة الكسر هذا في حد ذاته راهي سالبة، هذا في حد ذاته عبارة عن حاصل قسمة سالب. لكن قبل هذا السالب كان عندي سالب آخر أو عندي إشارة أخرى، إذن السالب مع السالب قريناها العام اللي فات، واش تعطيني؟ تعطيني موجب. نعاود نشرحها باش تفهموني. هي مفروض بهذا الشكل، هي بعد ما نصيب أنه هذا حاصل القسمة هو عبارة عن إشارته سالبة، لو أضعه بين قوسين كانت هناك أيضا ناقص هنا قبله، إذا الناقص هذه مع الناقص هذه واش ترجع؟ ترجع سائل. إذا هذا الكسر إشارته موجبة، وتكتب بهذا الشكل أو بدون إشارة، ونمحي الإشارة السالبة اللي كانت قبله ونمحي الأقواس، صح. نروح اللي بعد اللي هي ناقص 8.5 على ناقص 5.8، وقدامها ناقص. إذا عندي البسط سالب والمقام أيضا سالب. هنا لحد الآن بما أنه لديهم نفس الإشارة، إذا حاصل القسمة ماذا يكون إشارته؟ تكون موجبة. لكن أنا عندي ناقص أمامه، عندي ناقص
تمام. اذا كان هو موجب وقبله كانت ناقص، على بالكم بلي ناقص كي تدخل على اي عدد تغير له من اشارته، اذا كان موجب واش يرجع؟ يرجع سالب. اذا اشارة هذا الكسر هي سالبة. علاش سالبة؟ لانه هو في حد ذاته تعطاني قيمة موجبة، ولكن الناقص اللي كانت قبله عكست له من اشارته. اخر واحدة اللي هي ناقص 18 على ناقص 42، العددين لهما نفس الإشارة، إذا حاصل القسمة وش يكون؟ يكون موجب. إذا هنا إشارته موجبة. هذا أسهل تمرين شفته البشرية. الآن نروح للتمرين 25. تمرين 25 قال لي أعطي القيمة المقربة بالنقصان إلى 1 على 100، يعني إلى الجزء من 100 لكل عدد ناطق من الأعداد التالية. الآن يعني لازمني الآلة الحاسبة، أنا محتاج الآلة الحاسبة باش نقسم كل مرة البسط على المقام، وبعدك القيمة اللي نصيبها ندير لها القيمة المقربة بالنقصان للجزء من 100. قبل ما نروحوا للآلة الحاسبة، على بالكم شنو هو الجزء من 100؟ يعني العدد كيعود كبير نخلي عددين فقط بعد الفاصلة. بالنقصان مش معناتها؟ معناتها ندي القيمة أو ندي الرقمين اللي بعد الفاصلة كما هم. لو كان بالزيادة نزيد رقم واحد للعدد اللي في للرقم اللي في الجزء من 10. معلش دوك نجيبوا الآلة الحاسبة باش تفهموني. دونك ابليكاسيون كالكولاتريس، الآلة الحاسبة تاع لا تابلت تقل الميكرو. دونك معليش عندنا نحطها هنا هكا شويه. عندنا 7 تقسيم 0.3 يساوي، شوفوا مليح العدد اللي عطاتو لي 23.333، عدد غير منتهي. هو قال لي ادي بالنقصان. واش معناتها بالنقصان؟ يعني نكتبه كما هو مع احترام رقمين فقط بعد الفاصل، لانه الجزء من 100. اذا 23.33، هذا مكان. لو قال لي بالزياده نزيد واحد للرقم اللي فيه جزء من 100، يعني وراه الرقم اللي فيه جزء من 100 هذا، هذا نزيد له واحد، إذا 3 زائد 1 تولي 4. يعني لو قال لي بالزيادة تولي هذه القيمة هي 23.34، لكن هو قال لي بالنقصان. إذا لما يقول لي بالنقصان واش معناته؟ يعني العدد هذاك نكتبه كما هو، هذا واش معناته بالنقصان. نروحوا الآن اللي بعد اللي هي 12.12، على 12. طبعا نروح للآلة الحاسبة تاعنا ونحسب هذا العدد. إذا 12.12، ما تكتبت ليش 12.12 تقسيم 12 تساوي 1.01. مضبوطة. إذا ما عندي من موديفي فيها، هي 1.01. نروحوا اللي بعد اللي هي ناقص 32 على 11 تساوي. اثنين وثلاثين تقسيم 11، 2.90 90 90 90 90، ندو عددين فقط بعد الفاصلة بما أنه الجزء من 100. أيضا ما ننساوش بلي كان سالب 2.90. الآن العدد اللي بعده اللي هي 157 على 23، 157 157 على 23. نروح الآلة الحاسبة تاعي، 157 تقسيم 23، 6.... ندي فقط عددين بعد الفاصلة بالنقصان، يعني ما نغير منها والو. 6.82 7 على 2.5 تساوي. سبعة تقسيم 2.5 2.8. هنا قال لي بتقريب
جزء من 100 يعني المفروض 2.8، لكن على بالكم باللي الصفر بعد الفاصلة يكون على آخر اليمين فهو غير ضروري. يعني تحبوا تكتبوها 2.8 كما تحبوا تكتبوها 2.8، أنا أفضل نكتبوها 2.8. آخر شيء هي 7 على 6، نديرها هنا 7 تقسيم 6 تساوي آخر واحدة، فوالا 7 تقسيم 6 يساوي 1.1666. احنا قلنا بالنقصان يعني ندوها كما هي، لو قلنا بالزيادة دائما نزيد 1 للجزء من 100 لأنه طلب من الجزء من 100. إذا هذا مكان، هذا هو التمرين 24 و25، لأن حندير فيديو آخر فيه تمرين 35 و36 و38 من صفحة 31، صار حنديرهم في فيديو واحد. إذا نلتقي فيما بعد، إلى اللقاء.